الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وامتثالا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. بفضل من الله العلي القدير وإيمانا منا بعدالة قضيتنا، تم بعون الله تعالى تشكيل لواء الأقصى التابع للمجلس العسكري الثوري بحلب وريفها بقيادة المجاهد عبد الرزاق سكر أبو صفوب. وهدفنا الدفاع عن شعبنا السوري المظلوم وحمايته من آلة القتل والتدمير الأسدية المجرمة التي سفكت الدماء ولاحقت الأحرار وهدمت المنازل والمساجد وعاثت في الأرض فسادا وخرابا، كما ونعاهد الله عز وجل الدفاع عن أهلنا وشعبنا والدين الحنيف والوطن، وأن نكون أوفياء حتى النصر أو الشهادة، كما ونندد بالعسكريين الذين يدافعون عن النظام الخائن بأن يشقوا عنه عاجلا غير آجل، وندعوهم أن يلتحقوا بركب الثورة العظيمة قبل فوات الأوان، كما ونتوعد هذا النظام السوري الروسي الإيراني المجوسي بضربات موجعة في الصميم حتى آخر قطرة من دمائنا. فنحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وما النصر إلا من عند الله، والله ولي التوفيق. تكبير، الله أكبر.